نعم سأعطيك صورة يا دكتور وكيف تواجه، لأنه موجودة بالسعودية وفي دول الخليج بكثرة. نعم. أنه أحيانا المرأة تكون موظفة ويشترط عليها وليها أن يعطيها تعطيه الراتب كاملا، وإلا يعني منعها من الوظيفة. إذا وقعت المرأة في مثل المسألة إلى أين تلجأ؟ المفروض القضاء، المفروض القضاء يكون إيه، طبعا هذا يعتمد على القضاء. هل القضاء أول شيء مقنن؟ دكتور في لدينا مشكلة في البلد الإسلامية وربما حتى في المملكة. لا أدري هل القضاء في المملكة مقنن بمواد قانونية واضحة أم لا يزال أيضا بالطريقة التقليدية أن القاضي له إيه يعني أن يجتهد برأيه وأن يأخذ بالرأي الذي يراه في كل حالة، أو فتح باب التعزير أيضا أحيانا في العقوبات. هذا يعني لو يسمعه أي قانوني يعلم أنه يتناقض إلى حد بعيد جدا مع موضوع علانية الأحكام. ينبغي على المكلف وعلى المواطن أن يعلم ابتدائيا الخطوة التالية أمامه، سواء في الصح أو في الغلط، أين إيه سأمضي أنا. هذه مبدأ علانية إيه القوانين. فالقضاء لابد أن يكون مقننا والأحكام مكتوبة أو معروفة، ولابد أن يكون قبل ذلك قنن على أساس إيه، على أساس مداولات مستفيضة حول هذه القضايا، بما يعني يعيد إيه المرأة إلى الصورة السليمة التي تليق بها في الشرع الإسلامي. لكن استخدام كما قلت قبيل قليل قضية الولاية والقوامة بشطط وتوسع بحيث تمنع المرأة من استخراج حتى وثائق، من استخراج جواز سفر. يعني أنا قرأت أو سمعت أنها إن دخلت السجن لأي سبب من الأسباب لا يمكن أن تخرج منه إلا إن أذن وليها لها بأن تخرج. أشياء غريبة عجيبة جدا جدا تحدث إيه في بعض البلاد المسلمة. فينبغي أن يوضع حد لكل هذه الأشياء، السفر يا دكتور والسفر أيضا والبعثة ابتعاث إيه؟ مثلا يعني أنا سمعت وقرأت أن بعض الأخوات تكون طبيبة مثلا ولا تستطيع أن تسافر تشارك في مؤتمر علمي إلا بأن يأذن لها وليها، وهو يبتزها بهذا السبب، وقد يكون هذا الولي الأب أو الأخ أو الإبن أو الزوج إلى آخره. لماذا يحتجون بقضية إيه أن النبي قال، وفعلا لدينا أحاديث صحيحة يا دكتور، يا ريت الوقت يتسع فقط أقول كلمة على الماشي سريعة تفضل. ويتأمل فيها إخواني العلماء والفقهاء، يعني أحاديث منع المرأة من السفر إلا مع ذي محرم أو مع إيه محرم من محارمها، بعضها مطلقة من قيد الزمان، حديث في البخاري مثلا لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم مطلق، إن شاء الله حتى مسافة نصف يوم، مسيرة نصف يوم. في أحاديث أخرى مسيرة يوم، أحاديث أخرى مسيرة ليلة، أحاديث أخرى مسيرة يوم وليلة، نفس الشيء تقريبا، أحاديث مسيرة يومين، في أحاديث مسيرة ثلاثة أيام. إذا لدينا حديث مطلق من قيد الزمان، أحاديث أخرى مقيدة. كيف تعامل السادة الشراح والعلماء مع هذه الحديث الصحيحة وكلها ثبت في الصحيح؟ ابن حجر قال لاختلاف التقييدات أخذ العلماء بالمطلق، فحرموا مطلق السفر، ما يسمى سفرا طبعا، من زيارة جارة أو ذهاب إلى سوق ما يسمى سفرا، مطلق السفر. لماذا؟ لاختلاف التقييدات، فأخذوا إيه بالمتيقن وهو إيه المطلق أيا كان، هذا إيه المطلق. الحنفية قالوا لا، نقيده إيه بمسافة القصر، بمسافة القصر. ورد عليهم الآخر بما فيهم العلامة إيه ابن حجر، قال لا، وخالفوا قاعدتهم أن إيه المطلق لا يحمل على المقيد إلى آخره. هم قالوا هذا هو المتيقن، قال لهم لا، المتيقن هو المطلق وليس إيه أحد التقييدات. ثم وجه ابن حجر ومن قبله النووي وآخرون كثيرون رضي الله عنهم وارضهم أجمعين أن هذه التقييدات إنما خرجت كأجوبة أو جوابات على سائلين مختلفين، على سائلين مختلفين. الذي أقترحه والله تبارك وتعالى أعلم أن هذه التقييدات خرجت مراعاة للظروف، الظروف المتعلقة بالأمن والاستقرار. بمعنى حين كانت الأمور مثلا حول المدينة المنورة في البداية، بداية الهجرة، صعبة ومتحرجة جدا، ويعني يمكر بالإسلام والمسلمين والنبي ومن معه، النبي منع مطلق السفر إلا مع ذي محرم. حين صار شيء من الأمن، ضرب الإسلام بجيرانه ربما، دخلت بعض القبائل حول المدينة، النبي قيد بمسيرة يوم أو ليلة أو يوم وليلة. زاد الأمن أكثر، اتسع يومين، زاد أكثر ثلاثة أيام، يعني أقل من ثلاثة أيام تسافر وحدها من غير محرم، هذا مهم وسوف نرى مذهب العلماء في هذه المسألة. أكثر من هذا يا دكتور، هذا شيء جميل جدا، في حديث عدي بن حاتم الطائي وهو حديث ثابت في الصحيح، النبي عليه الصلاة والسلام يبشر ولا يبشر بشيء يكون في حد ذاته محرما، يبشر بظهور الإسلام وعلو الإسلام حتى تخرج الضعينة
من الحيرة تأم البيت في مكة المكرمة شرفها الله في غير جوار، وفي رواية من غير جوار، ليست في جوار أحد، وحدها الضعينة امرأة في الهودج وحدها. لماذا؟ للأمن. ولذلك يعني وجدنا من العلماء الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام والحسن البصري وحتى داود بن علي الأصفهاني مؤسس المذهب الظاهري هؤلاء وغيرهم، أبو الوليد الباجي، أنا قرأت لأبو الوليد الباجي في المنتقى شرح الموطأ يعلق على كلام لبعض المالكية، يقول لكن القوافل العظيمة، القوافل العظيمة والسفر، يعني السفر في القوافل العظيمة والسفر أيضا في قرى كبيرة مستبحرة متصلة، هو عندي يقول مثل إيه؟ مثل الخروج إلى الأسواق الكبيرة اللي فيها متاجر وفيها ناس حيث الأمن، فيمكن للمرأة أن تسافر مع القوافل العظيمة وفي الطرق المتصلة العامرة كما تخرج إيه إلى السوق. أبو الوليد الباجي رحمة الله عليه، مع أنه هذا ليس لدى الملكية، قال ويحكى عن الأوزاعي، هذا مذهب الحسن البصري ومذهب الأوزاعي ومذهب داود بن علي الظاهري ومذهب آخرين أنه عند الأمن، ومذهب القفال الشاشي الكبير علامة الشافعية فيما وراء النار، مذهب القفال إذا أمن الطريق وأمنت الفتنة تسافر المرأة وحدها. هذا هو عقلنا للشريعة يا دكتور. يعني ترى أن الحكم قابل للتجديد وقابل للأخذ والرد؟ هذا ليس تعبدا، هذا ليس عبادة، هذا حكم يا دكتور رعي فيه مصلحة المرأة وأمن المرأة. دكتور أنا أحب أن أشير المسألة طالما ذكرتها، وربما أزعج بعض أحبابي وأخواني، يعني زاوية النظر إلى مثل هذه الأحاديث أنا أنظر إليها كما نظر إليها هؤلاء الأفاضل من الأمة الكبار، من زاوية الأمن على المرأة، أمن المرأة، مصلحة المرأة. قد ينظر بعضهم مهجوسا بهواجس، مسكونا بمخاوف معينة، من زاوية الخوف من المرأة. أنا لا أريد أن أطرق لها طريقا لكي تجد فرصة أن تفعل ما تريد، لا يمكن. هذه الزاوية أنا أعتقد ولا يمكن علاجها إلا بعلاج مثل هذه العقول المهجوسة الموسوسة بهذه الأفكار غير العادية. والحياة الآن صارت يا دكتور فيها مرونة، في السيارة، في الطيارة، في الجوال، في كل شيء، يعني في ممكن أحسنت. تستعين بالولي بأي لحظة. أحسنت، طبعا طبعا في أي لحظة. إذن رؤيتك في موضوع سفر المرأة أنه جائز، أنت خلاص عبدت تسافر بعون الله من غير محرم، مناطه على الأمن، إذا الأمن تحقق، مدام في أمن، أمن الفتنة وأمن الطريق، ما في أي مشكلة تسافر حيث أي أرادت. لكن انتبه يا دكتور، هذا ليس معنى أن المرأة مثلا تخرج من بيت الزوج دون أن تستشير زوجها أو دون علمه مثلا. يعني أنا رجل وقلت هذا ربما في حلقة سابقة، لا أخرج إلى أي مشوار حقيقة حتى حين أتريض إلا بعد أن أعلم زوجتي وأولادي. أغمي علي، أصابتني لا قدر الله جلطة، اختطفت، صار لي شيء، أن يعلموا، أليس كذلك؟ يعني الحياة الأسرية استخدام متبادل بين الاثنين طبعاً. أنا ليس أستأذن، أنا أعلمها وهي تعلمني أيضا. وأحيانا يا دكتور هناك الإذن العام وهناك الإذن المفهوم العرف والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. يعني أعتقد من غير المنطق أن المرأة كلما أراد أن تخرج إلى السوق تتبضع مثلا أو تشتري تستأذن زوجها، وهي تخرج تقريبا كل يوم في بعض البلاد يعني التي ليس فيها الخدم وكذا، المرأة تفعل هذا. فمن المعروف عرفة أن الزوج يعطيها إذنا مفتوحا مثلا، إذا كانت طبيبة أو مدرسة أو أي شيء تعمل عملا يعطيها إذنا بالذهاب اليومي إلى عملها، إذن مفتوح. لكن تريد أن تذهب إلى بلدة أخرى عاد، تسافر بالطائرة أو بالسيارة مسافة بعيدة، تعلمه بلا شك كما يعلمه هو. طيب تسمح لنا فاصل يا دكتور ثم نعود. فاصل ثم نعود.